فإذا ثبت أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين يفرج عنه من نقرة في إبهامه يسقى، لأنه يوم في يوم الاثنين الذي بشر فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق مولاته التي بشرته، طبعا لم يكن يدري أنه سيصبح نبيا فأعتقها، فحفظ الله له هذا العمل. لكن ليس للكافر في الآخرة نصيب، فمتى يوفى أجره؟ أوفي أجره في البرزخ. فإذا كان بهذا العمل سقي، كذلك أنت أيها المؤمن تترقب أنك قد تطعم تسقى تنعم في قبرك لعمل صالح. فمن اللبيب؟ من الموفق بتعبير أوضح؟ من الآن يعمل حتى ينعم في قبره ويجتنب أشياء حتى لا يعذب في قبره؟ ليس شرطا، ليس لزاما أن من ظلمته يقتص منك، لكن سيقتص منك من بيده مقاليد كل شيء وأنت في قبرك. صفعة تصفعها امرأة في خادمة، صاحب دار يصفع سائقة، مسؤول يظلم موظفة، قائد يظلم جندية، بائع يظلم المشتري. قد يمضي، وقد يكون أحيانا ليس قبل الصفعة كنموذج، قد يكون هناك ظلم حتى في قول، حتى في قول. يعني ييس إنسان في المجلس ينال من عرض أخيه ويقول فيه ما يعلم أن أخاه منه براء، ويستلذ ويزيدها ويزيدها ويزيدها. أيه ستلقى في حياة، لا نتكلم على آخرة، في حياة برزخ ولا بد فيها من، يعني ما هي مرحلة نوم، هي جزء من نعيم أو جزء من بؤس.